عاصفة زين ترمي بأمال الأهلي أمام عناد الاتحاد في درب الغربية التاريخي، وصدارة الشباب تصطدم بمحاولات عودة الاتفاق والهلال يحلق لمواجهة نموذجية الفتح. رئيس الاتحاد يعلن عبر كورة لن نلتفت لتعطيل الأهلي، وغاروليم يؤكد أن الشباب لا يهم. أحمد عيد يطلع بلاتر على حوكمة كرة القدم السعودية، ورئيس نجران يؤكد انتظام لاعبيه في التدريبات. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. اسمحوا لنا في بداية الحلقة أن نرحب ضيفينا معنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف الأستاذ محمد القدادي المؤرخ، طبعا مستطاب مساك الله بخير. مساك الله بالنور والعافية وبالمستمعين والمشاهدين. ومعنا من جدة عبد الأقمار الصناعية الصحفي المعروف والكاتب الرياضي ورئيس القسم الرياضي بصحيفة المدينة الأستاذ عبد الله فلاتة. مساء الخير عبد الله. مساء النور السرور، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الأستاذ محمد القدادي. طيب احنا سعيدين بوجودك عبد الله معنا. قبل ما نبدأ بأخبار شوت اليوم، الأخوان في نادي الاتفاق أصدروا بيان يخص برنامج كورة. طبعا برنامج كرة ما أبغى أمدح فيه كثير ولا أبغى أطبل لها البرنامج، لكن تشهدون كثير على كثير من المواقف والحلقات أنه هذا البرنامج هو مساحة حرة للجميع متى كان الحديث في حدود الحد الأدنى من الذوق العام والمقبول للمشاهد والمتلقي والمستمع تحديدا. نعرف أنه هذا البرنامج يدخل كثير من المنازل، وبالتالي مسألة تمسكنا في الحد الأدنى من المقبول أمر يعني لا نقبل عليه المزايدة. كثير من المواقف البرنامج كان هو يقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع، لا نقبل بأي حال من الأحوال أنه يكون برنامج كورة هو حطب لأي نار مشتعلة بين أي طرف. نترك المساحة للجميع وما نتدخل، ولكن وقت ما يكون في أي نوع من التجاوز نحاول بقدر المستطاع أن نوقف هالتجاوز في الحدود المعقولة، وإذا اضطررنا أن احنا نستخدم أي طريقة حتى لو ما كانت يعني محببة بالنسبة لنا لإيقاف هذا التجاوز أكيد ما راح نتردد، لأنه هذا الأمر يعني من الأمور اللي ما نزايد عليها. وفي كثير من الحلقات أنتم تذكرونها، إحنا في برنامج كورة عمرنا ما ردينا ولا علقنا على أي موضوع في نقد للبرنامج أو حتى تهجم أو حتى مدح. يعني حتى لما أخذ البرنامج هذا جوائز ما عمرنا طلعنا خبر في البرنامج، ولا عمرنا جبنا الجوائز في الاستوديو وتكلمنا عن الجوائز ولا تطرقنا لها، لأنه نعتقد أنه هذا البرنامج أهميته في أخبار الوسط الرياضي ومواضيع الوسط الرياضي، ولا يمكن أن يستغل هالبرنامج لتقديم مواضيع تخصنا إحنا بشكل شخصي حتى لو كان يخص الجوائز يحققها برنامج كورة. وبالتالي ما كنا نبغى نرد، لكن الزملاء في اجتماعنا اليوم اجتماع التحرير قبل الحلقة قرأتنا البيان الاتفاقي وقعدنا نفكر نرد أو ما نرد، فاكتشفنا أنه لو ما ردينا هذا يعتبر نوع من عدم الاحترام للإخوان في نادي الاتفاق وإحنا ما نقبله، وبالتالي يجب أن يكون في تجاوب مع البيان الصحفي في نادي الاتفاق حتى يكون في توضيح للصورة، لأنه ما ينفع الإخوان يرسلون بيان للوسط الرياضي والبرنامج كورة ويجينا منه نسخة وبالتالي ما نتعامل معاه. يعني طبعا البيان إحنا وصلنا من وسائل الإعلام، ما جانا نسخة عشان بس يكون الكلام دقيق، لكن عرفنا إنه البيان موجود وبالتالي لازم نرد عليه من باب الاحترام. وراح نقرأ البيان الاتفاقي مثل ما هو ومثل ما قدم، وراح نعطي ردنا على البيان. البيان الاتفاقي يقول: تود إدارة الاتفاق أن تعرب عن بالغ أسفها واستهجانها الشديدين لما حدث من تعامل غير مهني وغير مقبول لأمين عام النادي الأستاذ أحمد الدوسري من قبل تركي العجمة مقدم برنامج كورة والذي يعرض على قناة روتانا الخليجية، عندما أبلغ الكنترول بطريقة فظة ولا احترافية ودون أي اعتبار للمهنية الإعلامية إلى قطع الاتصال بصورة لا تتناسب مع شخصية رياضية لها تقديرها واحترامها كالأستاذ أحمد الدوسري الذي تداخل مع البرنامج بصفته الإدارية الرسمية بهدف إيضاح الحقائق والرد على الاتهامات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد بالإثباتات القاطعة والأدلة الدامغة وفق تسلسل أحداث معد بصورة موضوعية، إلا أن ذلك ربما لم يعجب مقدم البرنامج اللي هو أنا الذي بدأ عليه الانفعال المستغرب منذ بدء المداخلة.
الذي بدأ عليه الانفعال المستغرب منذ بدء المداخلة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحياد والموضوعية والشفافية التي يفترض أن تلتزم بها أي مؤسسة إعلامية في أداء رسالتها السامية وكشفها للحقائق وإيضاحها للرأي العام. معلش الخط مو واضح لأن الصورة ما هي واضحة للبيان، لأنه أخذناها من أحد الصحف اللي هي صحيفة سبورت الإلكترونية. علما بأن مداخلة الأستاذ أحمد جاءت بناء على ما أشار إليه مقدم البرنامج في نفس الحلقة برغبته في سماع صوت الاتفاق الرسمي حول ما يذكر عن القضية المثارة، وبناء عليه رغبت إدارة الاتفاق من باب تقديرها للقناة في أن توضح الصورة للمتابع الرياضي. وتواصل الأستاذ أحمد بمعدي البرنامج ومن ثم الاتصال عليه، ولكن للأسف الشديد حدث ما حدث من عدم احترام الضيف، وتم قطع الاتصال بتلك الصورة الغير مرضية. إنما حدث من سوء تصرف وتعامل مقدم البرنامج وقطعه للاتصال بتلك الطريقة الغير مهنية والتي لا تصدر من إعلامي مبتدئ، فكيف بها من إعلامي متمرس هاضم للأعراف الإعلامية والمبادئ الأخلاقية وانتسابه لصرح إعلامي كبير كمنظومة روتانا الإعلامية، ليضع أكثر من علامة استفهام حول الدوافع التي تكمن خلف التصرف الغير مسؤول الذي أساء فيه شخصية اتفاقية تحظى بالاحترام والتقدير الكبيرين في الوسطين الرياضي والاجتماعي. وعلي فإن إدارة الاتفاق ترى بأن ما حدث من إساءة للأستاذ أحمد فيه إساءة لكيان الاتفاق كاملا ولكل من ينتسب له، وقد قررت التالي: أولا، وقف التعامل الكامل مع قناة روتانا خليجية ما لم يتم الاعتذار العنري من قبل القناة وفي نفس البرنامج، توجيه منسوب النادي بمقاطعة القناة وعدم التواصل والتعاون معها بأي شكل من الأشكال، والله ولي التوفيق مجلس إدارة نادي الاتفاق. هذا هو البيان الاتفاقي حقهم ونحن نقرأ بالكامل. الرد اللي احنا راح نرده على الاخوان في الوسط الرياضي واخوان في نادي الاتفاق، طبعا في حديث انه بدأ عليه الانفعال المستغرب منذ بدء المداخلة، انه كان في انفعال وما كنت تعطي فرصة للأخ أحمد الدوسري اللي تدخل بصفته الرسمية كأمير عام لنادي الاتفاق. أيضا تحدث انه على الاتهامات التي الصادر عن رئيس مجلس إدارة نادي الرائد اللي هو الأستاذ فهد مطوع. راح نعرض الآن أمامكم مشاهدينا الكرام المداخلة في اللي حدثت من الأستاذ أحمد الدوسري. احنا في برنامج كورة يمكن تعرفون متابعين انه المداخلات عندنا عادة دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق إذا غلبت الروم، إذا في حديث تم بين الضيوف فيكون فيها الحدود يزيد أو ينقص. الأستاذ أحمد الدوسري كانت مداخلته أكثر من ثمان دقائق، راح نعرض الجزء الأول، أكثر من ثمان دقائق وهذا أمر غير معتاد عليه في برنامج كورة. كان معنا ورحنا الفاصل، يعني من كثرة اهتمامنا بالمداخلة رحنا الفاصل ورجعنا وهو معنا على الـ على الـ على الهاتف، منح فرصة كاملة للحديث دون أي مقاطعة في البداية حتى يوضح وجهة نظره. اتهمنا اتهمناه وقلنا انه هو السبب في هذا الموضوع، اتهمنا نادي الاتفاق، واحنا ما اتهمنا لا المهندس صالح التويجري اللي كان موجود معنا ولا الاستاذ عبد الكريم الفالح اتهم. كانت اسئله مطروحه وكان عندنا برنت وصل لنا بمصادرنا احنا وعرضنا وقلنا انه هذا اللي في حديث عن واحد اسمه عبد الفتاح الاستاذ عبد الفتاح في نادي الاتفاق، وكنا نطرح تساؤلات وكنا نبغى عليها اجابه. تداخل معنا الرجل ذكر بعد ما تحدث بما أراد، وبدينا بعد ما تحدث ناخذ ونعطي معاه كم مقدم للبرنامج وضيوف، قال أنا أعبر عن مشاعري، تركوني أعبر عن مشاعري، تركنا يعبر عن مشاعره، رحنا للفاصل ورجعنا، ومع أنه هي قضية رياضية ما في مجال للتعبير عن المشاعر، إحنا نبغى نقدم أدلة. ذكر في حديثه اللي هو أكثر من ثمان دقائق بأننا كنا متشنجين في البيان، ذكر انه احنا متشنجين وهذا راح تشوفون الان هل احنا كنا متشنجين ولا اعطينا فرصه من بدايه المداخله، يقول وانه اراد ان يرد على اتهامات رئيس الرائد. رئيس الرائد لا تداخل ولا تكلم ولا تحدث معنا في هالموضوع في البرنامج او في غير البرنامج، وماني عارف اتهامات كانت من مين. حتى لما الاستاذ طارق ولا الاستاذ عبد الكريم الفالح لما طرحوا تساؤلات ما كان عندهم اتهامات، هي اسئله موجوده في الوسط الرياضي لا من كثير، ليش تطرحون الموضوع مع انه الموضوع موضوع قضيه راي عام كل البرامج ناقشته واحنا من ضمن البرامج واعطينا مساحه للاخوان في نادي الاتفاق. الجزء الاول في حديث الاستاذ احمد الدوسري. في الجزء الثاني لما رجعنا من الفاصل بدا الحديث، تكلم عن المنتديات، بعد حديثه عن المنتديات بثواني ذكر جمله أنه الأخوان في نادي الرائد في أشياء ما يقدرون يقولونها الأخوان في نادي الرائد، مش منتديات نادي الرائد، هو تكلم عن المنتديات وبعدين تكلم عن نادي الرائد، قال الأخوان في نادي الرائد عندهم أشياء ما يقدرون يقولونها وأنا ما راح أنزل بمستواي وأقولها. إحنا قلنا يا أستاذ أحمد طلبنا منه يتوقف، ما توقف،
طلبنا قطع الاتصال لأنه هذا هو الحد الأقصى يعني في التعامل، نبدأ بالتدريج وبعدين نقطع الاتصال، لأنه ما راح نسمع أحد يسأل الأخوان في نادي الرائد ولا نقبل أنه أحد يسأل نادي الاتفاق. وطلبنا قطع الاتصال لأن وبعدين أعلننا أنه ما راح نستقبل مداخلة من أي أحد، لأنه لو إحنا نبغى نسأل نادي الاتفاق طلبنا من نادي الرائد يطلبون بحق الرد يعلقون على كلام أحمد الدوسري. إحنا وقفنا الموضوع تماما ولم نرغب في انه الموضوع يتزايد، لانه في اساءه جات وما نبغى احد يسيء لاي احد في الوسط الرياضي. احنا عندنا انديه من المتصدر الى الرابع عشر واحد طالع من درجه اولى ينافس على الهبوط، ينافس في 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 على بطوله الدوري. الانديه عندنا في برنامج كوره سواسيه، راح نعرض الجزء الاول وشوفوا واحكموا اذا كان برنامج كوره او انا شخصيا كنت متشنج ولا قطعت عنه الحديث ولا منعته عن الحديث باي طريقه من الطرق بعد ما خليته يتكلم ويطلع لي في خاطره. شوفوا الجزء الاول وبعدين نرجع. الو، ما سمعتني استاذ احمد؟ لا سامعك بس قبل شوي كان الصوت قطع معي. طيب يعني زي الان؟ اي جدا اسمعك، تفضل. تحياتي لاخوي تركي وضيفك العزيزين علينا. اهلا وسهلا. انا ابغى ابتدي بالبدايه الاخوان، صوت الاتفاقي ما كان غايب. صوت الاتفاقي متواجد من البارح، كان عند تواصلنا مع القناة السعودية والام بي سي اكشن ووضحنا وجهة نظر الاتفاقية. معي اخوي تركي؟ يسمعك. اي نعم. طبعا احنا حقيقة يؤسفنا ما يثار بخصوص هذه القضية، ما تم عرضه الان البرنت للرحلات، هذا يوضح الموقف الاتفاق السليم. وقبل هاللحظة هذه أنا تكلمت مع الشخص المسؤول في الخطوط السعودية، وبعد ما انتهي من توضيح وجهة نظرنا عنده استعداد يتداخل ويوضح وجهة نظر الاتفاق. خوي تركي، ما تم بعد الإعلان عن تغيير موعد مباراة بعد إلغاء الجولة 21 وتأجيلها، ترتب عليه مباريات تأجيل جميع المباريات من الجولة 22. عندنا مباراتين خارج ملعبنا، جميع الحجوزات من بداية الموسم حنا مسؤولين عنها ومؤكدين الجميع، ما عدا الجولات التي تم تغييرها بناء على إلغاء الجولة 21 أو تغييرها. مباراة التعاون تأكدت لأن ما كان فيها موسم، مباراة الرائد وعندنا بالأدلة، ويعني البرنت هذا ترى اللي معروض الآن يدين نادي التعاون الرائد، والآن في شخص في الخطوط السعودية يقدر يثبت لك جميع الإجراءات اللي اتخذت من الاتفاق. حنا كاتفاقيين بعد إعلان الموعد الجديد سارعنا لتأكيد الحد، ما كان في حد. احنا لان جميع المنتسبين للوسط الرياضي يعرفون ان حد الأندية عن طريق المركز الرئيسي يتم كتابة خطاب وفي عبارات لا يفهمونها الا موظفين الخطوط. لم نستطع الحصول على تأكيد للحد، بعدها مباشرة اتخذنا الإجراء الرسمي وخاطبنا الاتحاد السعودي، وهذا مو بحول الاتفاق، هذه لجميع الأندية اللي تعاني مش الاتفاق الواحد. واللي أكد لك ان مباراة الفتح والأنصار تم تأجيلها لهذا السبب. وكنا على تواصل، وردنا خطاب من الاتحاد السعودي صورة موجهة إلى الخطوط السعودية طلب المساعدة في تأكيد الحج لإنجاح الموسم وانتهاء في الوقت المحدد. وتابعنا من ذات الحين حتى ليلة المباراة ننتظر من يؤكد لنا الحج. اجتمع اللاعبين يوم السبت الساعة 11 للمغادرة إلى المطار في فندق الحمراء، وتأخر الوقت ننتظر ومسبيحة خارج المملكة الأخ فهد، واتصل كان في اتصال حتى الساعة 1:30 تناول اللاعبين مستعدين للسفر والذهاب للمطار وجبة الغداء في فندق الحمراء، وتم إعلامنا قبل الساعة 1:30 شفوا عن طريق الهاتف بأن الحج لم يؤكد وبالتالي لا يمكنكم من السفر، لأن عندنا العودة فقط هو اللي متأكد. حقيقة شيء مؤلم جدا أن احنا لا يوم نناقش هذه الأمور، والله شيء مؤلم. ليش مؤلم أستاذ أحمد؟ معلش ليش مؤلم؟ الناس عندها مؤلم لأن الاتهام لأن الاتفاق ألغى الحج. يا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد ترى مناقشة المواضيع اللي من مثل هذه من حقنا ومن حق الضيوف. لا أنا أقول لك مؤلم لك اتهام لي أنا، مش مؤلم لك تناقشها أنت. اسمح لي الله يطول لي عمرك، إحنا نطرح تساؤلات وما في أحد اتهم. طول الحلقة قاعدين نتكلم انه هذه تساؤلات طرحها نادي الرائد، وحتى المهندس طارق التويجري اكد انه هذه تساؤلات طرحها نادي الرائد، من حقك تطرح تساؤلات ومن حقك تجاوب. ما في اي نوع من الالم يصير لما احنا نناقش اي موضوع مثل هذا، موضوع مثل هذا قضية تعتبر قضية رأي عام رياضية، من حق الجميع انه يناقشها. لا حجب الصوت الاتفاقي، اسمح لي، لا حجب الصوت الاتفاقي ولا فرض الرأي الرائدي، ولا في احد ممنوع انه يتكلم ويوضح وجهة نظره
ووفقا لما يراه انه حقيقه. احنا عندنا اوراق قدمت لنا عرضناها، والان انت تتداخل بكل حريه وتتكلم، فما في داعي يعني تحسسنا كذا انه احنا يعني قاعدين نسبب لك مزيد من الالم. والله ما نبغى نسبب لك اي الم يعني. اخوي تركي تفضل. زي ما لك حريه، انا مو بالحريه اني انا متهم في الموضوع هذا، ان انا وراء هذا الامر، وان فيه انت عبد الفتاح الاتفاق مو من حقي اقول مشاعري. لا عبر وطلع لي في خاطرك، لا تخلي على خاطرك شيء. انا لا بحكم اني اعمل في الوسط الرياضي، ما اقدر اقول لك اني انا متالم مما يدار، ما اقدر اقول لك. لا قلنا انت تالم، بس حسسنا ان احنا سببنا لك الم، بس انا ما ودي اسبب لك اي الم. البرنت هذا ترى اللي موجود عندنا، البرنت هذا اللي موجود شريحه الحادث موجود عندنا الان، وهذه تؤكد موقف الاتفاق ولا تدينا. كيف تؤكد؟ وانا طالب منك، وبعد البرنامج لو بغيت اعطيك اسم شخص اللي مسؤول عن الحجز لا خليه يطلع معنا على الهواء اذا يحب يتداخل معنا من اي حد. لا انا ما عندي مشكله، بس انا الان ابغى شل 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 فيه اي استفسار ممكن انا اجاوب عليه لتوضيح الامر. طيب ابو هيا بس ابو هيا هنا بس استاذ احمد، انا يعني يمكن ما هو واضح عندي على الشاشه البرنت، بس ابغى انت تقول انه هذا يعني يدين الرائد ويؤكد موقفكم الصحيح. كيف طبعاً. كيف يؤكد موقفكم ويدير الرائد؟ كيف الخطوات اللي موجوده في البرنت؟ لما الاتفاق اشعر بتغيير موعد الجوله، احنا عندنا الحجز اللي كان المباراه الاولى تقام في 14 مارس، نعم، فاجلت الى 24. سكرتير النادي اللي هو الان سكرتير كره القدم وليس النادي، طبعا مباشره ذهب للخطوط السعوديه لتاكيد الحجز الجديد للحصول على حجز للذهاب في 24، المباراه في 25 والعوده في 26. فشيء طبيعي وهذا معروف للجميع، عشان انا اكد لك اللي هم يستندون عليه الغاء هو الحجز اللي مع الاسف اللي الغي حجز المباراه السابقه اللي اجلت اللي الغيت اللي تغير موعدها، هذا اللي موجود. كتبوا للخطوط السعوديه للمركز الرئيسي بالبحث عن حجز جديد في 24. طيب استاذ احمد لا تتخلي اخوتي بعد ما تعذر الامر هذا. استاذ احمد عندهم هم الحجز هذا اللي الاتفاق يطالب فيه. يا استاذ احمد تسمعني؟ استاذ احمد تسمعني؟ تفضل. معليش انا مضطر عشان الاذاعه اطلع لفاصل قصير واعود، خليك معانا وراح نكمل الحديث معك اذا تسمح لي. تفضل. طيب نروح لفاصل قصير عشان بس نضم معنا مستمعي روتانا اف ام ونواصل. هذا كان الجزء الاول اللي يقول فيه الاستاذ او البيان الاتفاقي انه الانفعال المستغرب منذ بدء المداخله. احنا نشوف انه احنا اعطينا مساحه كبيره يتكلم. بعد الفاصل اخذنا اتصال الرجل يواصل الحديث، لكن ما ان جنح الرجل وتكلم عن الاخوان في نادي الرائد، ونأكد على الاخوان في نادي الرائد لما قال انه انا ما راح انزل في كلام عند الاخوان في نادي الرائد ما يقدرون يقولونه، وانا ما راح انزل مستواي واقوله هنا، طلبنا منه انه يتوقف مره ومرتين واعتقد ثلاثه ما اذكر، بس اكثر متاكد انه على الاقل مرتين ما توقف، واضطرينا نقطع الاتصال ونشوف الجزء الثاني من الحديث. معليش طولنا عليك. معليش تسلم. تفضل. انا قطعتك كنت تتكلم عن الحجوزات والالغاء وكان السؤال لابو هيا. لا انا عموما انا ما احنا اساسا كفريق الاتفاق احنا معنيين، لو الاخوان ما تطرقوا ان الاتفاق تم الغاء يعني تعمد الغاء الحجز والسكرتير فهذا اتهام يجب ان ندافع عنه. اخي الكريم عشان اختصر الموضوع، كل ما يقال والبرنت اللي موجود كل هذه الاثباتات موجوده للاتفاق اللي اكد صحه موقفه بخطابات رسميه بينه وبين لجنه المسابقات. والامر هذا مش جديد على يعني مش حاله لنادي الاتفاق، الان احنا نعيش حاله ان نادي الاخوان في نادي الفتح والانصار اجلت مباراتهم لنفس السبب. طيب. والعام الماضي والسنه اجلت لنفس السبب. اخي الكريم يعني هذه اتهامات احنا نرفضها، وما يثار الان في المنتديات هو يبين لك السبب اللي يثار عليه القضيه، في اشياء لا يستطيع النادي الرائد يذكرها ولا انا استطيع ان انزل مستواي واحترامي لكم ان اذكرها للسبب. لحظه يا استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد شباب اقطعونا المكالمه اقطعونا المكالمه لو سمحتوا اقطعونا المكالمه، يعني احنا نعطي الجميع حريه الراي والحديث، لكن غياب الصوت الاخر في وجود اي صوت عندنا في البرنامج ما يعطي لاي احد انه يتكلم بهالطريقه، تنزل لمستوى وتطلع لمستوى. احنا نشوف كل الناس عندنا مستوى واحد،
حتى اللي مخطئ وحتى اللي غلطان إذا في أحد غلطان نشوفه في مستوانا وإحنا في مستوى، ما نبغى أحد يرتفع المستوى أحد ولا نبغى أحد ينزل المستوى أحد. يعني ما احترامنا لكل الأخوان في الوسط الرياضي، اتفاق، رائد، نصر، هلال، شباب، اتحاد، إحنا كلنا في مستوى أحد، اللي قاعد يسوي الصح واللي يسوي الغلط كلنا في مستوى واحد، فما له داعي هالنوع من الطرح. تساؤلات طرحت ترك لك المجال تتكلم، لما ما يكون في احد يمثل الطرف الاخر ما راح نسمح لاي احد باي نوع من التجاوز. هذا اللي دار تماما مع الاخوان والاستاذ احمد الدوسري في نادي الاتفاق. احنا هذا ردنا، قادم الايام راح نتعامل مع الاتفاق مثل ما كنا نتعامل معه سابقا، لن يعني ناخذ هذا البيان والله راح نتصيد اخطاء ولا راح ننتقم اعلاميا من هذا الاتفاق ولا راح نصفي حسابات، بالعكس راح نتعامل مع هذا الاتفاق مثل اي نادي في دوري زين. اخباره ومواضيعه وتغطياتنا له راح تستمر. هم طلبوا انه الاعتذار الرسمي والعلني وفي نفس البرنامج. احنا نملك ثقافه الاعتذار وعندنا الشجاعه الكافيه نعتذر لما نكون مخطئين. احنا ما اخطانا، اذا كنا نحمي الصوت الغائب في البرنامج اذا ما هو موجود نحميه من اي اساءه، اذا هذا يعتبر خطا تاكدوا راح نكرر الخطا هذا كثير، راح تشوفون الخطا هذا باستمرار. كل ما كان في اساءه لاي احد ما راح نقبلها. اذا يعتبر هذا النوع من الحماية للطرح الرياضي خطأ، الخطأ راح يتكرر كثير. اللي أبي أقوله، الحديث في الملعب، الحديث في الرياضة، الحديث في القوانين، الحديث في المواضيع، التحديات، الحديث عن 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 التحكيم، الحديث عن اللجان، هذا كله حديث احنا نقبله مهما كانت حدته. ما ان يخرج الحديث الى شيء شخصي تجاه اي احد شخصي بعيد عن الرياضة ما راح نقبل فيه. نبدأ بأخبار شوت. زار أحمد عيد الحربي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم السيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك لإطلاعه على المرحلة الانتقالية من حيث حوكمة كرة القدم في المملكة العربية السعودية. وعقد الاجتماع أمس بمقر الاتحاد الدولي وسط جو حميم بحضور كل من المحامي الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي، والمستشار الدولي للاتحاد السعودي لكرة القدم السيد ماريو غالافوتي. كما تسلم الرئيس بلاتر خطابا من الأمير نواف بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، وأعلن بلاتر خلال لقائه بأحمد عيد تقديم الدعم الفوري والمباشر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحاد السعودي لكرة القدم في كافة المجالات، ومساعدة الاتحاد السعودي لاستكمال الخطوات الضرورية اللازمة من خلال نظام الأساسي، وطلب عقد الجمعية العمومية في الوقت المناسب لاختيار الرئيس القادم للاتحاد السعودي لكرة القدم ومجلس إدارته. وقد تم جدولة الاجتماعات الفنية لهذا الغرض مع الإدارة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم. يترقب الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم قرار الجهاز الطبي بالنادي حول مصير لاعب الفريق نواف العابد الذي تخلف عن الحصة التدريبية لفريق اليوم نظرا لخضوعه لجلسات علاجية أثر خروجه من الحصة التدريبية لفريقه أمس متأثرا بالإصابة، في حين وصل المغربي عادل هرماش برنامجه اللياقي بإصابته في ظهره والذي يستمر لمدة أسبوعين قبل الدخول في التدريبات الجماعية. وكان الجهاز الفني لفريق الهلال قد منح اللاعبين راحة ليوم الجمعة على أن تعاود التدريبات يوم السبت المقبل استعدادا للقائهم المقبل أمام الشباب الإماراتي يوم الأربعاء. أكد المهندس صالح آل مريح رئيس نادي نجران أن لاعبي فريقه الأول لكرة القدم انخرطوا جميعا في الحصة التدريبية لفريقه اليوم دون وجود أي رفض من أحد لدخول التدريب أو ربط مشاركتهم في التدريب استلام مستحقاتهم المالية. وقال آل مريح في تصريح خاص لبرنامج كورة أن اللاعبين تلقوا وعودا من إدارة النادي وأعضاء الشرف لتسليمهم مستحقاتهم المتأخرة أو جزءا منها، مشيرا إلى أنهم لم يحددوا وقتا معينا لذلك على اعتبار أن المبالغ لن تصرف إلا بتوقيع أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبد الله. وامتدح آل مريح وفاء لاعبي نجران لناديهم ومواقفهم الرجولية داخل وخارج الملعب، مبينا أن المستويات التي يقدمها الفريق رغم الظروف التي يمر بها النادي تستحق وقفة صادقة من الجميع أعضاء شرف وإدارة وجماهير. تأثير المنتخب السعودي لكرة القدم للبراعم تحت 14 سنة لقاءه الودي الذي خضه أمام براعم ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أكاديمية ريال مدريد. وأشرك المدرب أندر جعيثن العديد من العناصر بعد أن أجرى العديد من التبديلات في الشوط الثاني. ويخوض المنتخب السعودي للبراعم غدا الخميس لقاءه الودي الخامس بالمعسكر أمام براعم فريق أتلتيكو مدريد، حيث سيكون هذا اللقاء هو الأخير للمنتخب في مدينة مدريد قبل الانتقال إلى مدينة فالنسيا للمشاركة في بطولة فياريال الودية.
وعلى صعيد آخر تغادر بعثة المنتخب السعودي للبراعم تحت 12 سنة كرة القدم عصر يوم غد الخميس إلى مدينة المنامة، وذلك للمشاركة في المهرجان الخليجي للبراعم والذي سيقام في دولة البحرين يومي 30 و31 من مارس الجاري. وكان المنتخب السعودي للبراعم قد اختتم معسكره الإعدادي بمدينة الدمام بالفوز 4 أهداف مقابل 2 على براعم الاتفاق. وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجنته التنفيذية بالكامل ضمن اللجنة المنظمة لكأس العالم بعد ظهور مخاوف تتعلق باستعدادات البرازيل لاستضافة النهائيات المقبلة في 2014. وأوضح الفيفا أنه من أجل إظهار اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بكأس العالم أصبحت اللجنة التنفيذية بكاملها ولأول مرة جزءا من هذا المنتدى المسؤول عن اتخاذ القرارات ومراقبة وتنظيم كل نسخة من نهائيات كأس العالم. وأضاف أن دانيل جوردن الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وأليكسي سوركين رئيس اللجنة المنظمة لنهائيات 2018 في روسيا سينضم أيضا للمهمة. كما عبر الفيفا أيضا عن قلقه فيما يتصل بما يسمى قانون كأس العالم والذي يفترض أن يصدر في البرازيل والمتعلق بإلغاء القوانين المحلية الحالية في البرازيل التي تحظر بيع الكحول في الملاعب ويوفر تذاكر مخفضة للطلاب وكبار السن. وأكد الفيفا أن أمينه العام جيروم فالك شارك في اجتماع اللجنة المنظمة في زيورخ السويسري اليوم الأربعاء بصفته الشخص المسؤول في الاتحاد الدولي عن تنظيم نهائيات كأس العالم. طيب ابدا معك ابو سطام، طولنا عليكم معلش اليوم سامحونا. احمد عيد يزور بلاتر لاطلاع على حوكمه كره القدم السعوديه. زياره موفقه جدا، اول مهمه رسميه لرئيس الاتحاد الجديد اللي هو الاستاذ احمد عيد. ما هو غريب على اتحاد كره القدم الدولي ولا على بلاتر، بينهم صداقه عاليه، واصابع الاستاذ احمد عيد داخله في تهريج اتحاد كره القدم الدولي للفيفا، ويستطيع بكل جدارة أن يحصل على دعم كامل ومساندة قوية من أجل التواصل والعبور بانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم. لا ننسى علاقة الأمير نواف أيضا ببلاتر بالرسالة اللي حملها رئيس اتحاد كرة القدم الأستاذ أحمد عيد. كل هذه عوامل مؤكد أنه حيستثمرها الأستاذ أحمد عيد في الوصول إلى صيغة مثالية من أجل إنهاء وإنجاح الانتخابات، وبالذات أنه بلاتر أكد على أنه استقالة الأمير نواف عمل حضاري، وفي كل حديثه كان يركز على النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السعودي. والنظام يعني قد يكون غائب عن البعض، لكن أذكر للي غائب عنهم واللي فاكرين كويس أنه فاكرين أنه ما حدد هل هو انتخاب ولا تعيين، وإحنا نستطيع أن نعبر إذا واجهتنا أي مشكلة بصيغة مشتركة بين الانتخاب وبين التعيين. فأنا أرى أنه الأستاذ أحمد عيد أكيد قدم رؤية واضحة من خلال الاتصالات اللي أجراها في المملكة منذ تعيينه قبل شهر تقريبا، وعارف بالضبط إيش خطواته اللي حيعملها، وهذا باختصار هو الآن حصل على الدعم الكامل. طيب عبد الله، الخبر الثاني معنا في شوت، رئيس نجران يؤكد أداء لاعبي فريقه للتدريبات. يعني طبعا الفترة الماضية كان في أزمة في فريق نجران تجاوزها قبل المباراة الأخيرة، وقدم الفريق مستوى جدا كبير وزالت الظروف وزالت الإشكالات إلى حد ما، لكن هي المشكلة ما هي مشكلة نجران، مشكلة عديد من الأندية عندنا بتتكرر النواحي المالية والمادية إلا تحتاج إلى منهجة عشان تنحل يعني أوضاعها المالية بصفة عامة. إدارة نجران نجحت بالتأكيد، والرئيس النادي حقيقي كان تحت الضغط الفترة الماضية، وأحب أشيد به في أكثر من جانب، وحيي إدارة نجران تجاوز هذه الظروف الصعبة والوقف الصادق اللي لقتها، وربنا إن شاء الله يوفق فريق نجران وكافة الفرق الأخرى لتخرج من وضع المادة الوقوف على التبرعات والهبات إلى طريقة استثمارية توفر الأموال للأندية بشكل ممنهج ومستمر. فاصل قصير بعده ونعود لمواصلة الحديث في البرنامج. بعد الفاصل سنتحدث عن المباراة المنتظرة بكثير من التفصيل، الأهلي والاتحاد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا، الرسالة محمد القدادي والرسالة عبد الله فلاته هم ضيفا حلقة الليلة. طولنا عليهم كثير اليوم، ما أعطناهم فرصة يحكون عشان البيان الاتفاقي. نروح نبدأ بأول تقرير في الحلقة عن الأهلي
والاتحاد المباراة اللي راح تكون هي المنعطف الأهم في مسيرة الأهلوية نحو لقب الدوري. موعد جديد لهواة المتعة والإثارة يضربه دوري زين السعودي للمحترفين، هذه المرة غرب المملكة العربية السعودية، حين يصبح استاد الأمير عبدالله الفيصل مسرحا لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في افتتاحية الجولة 24. ديربي يأتي وسط ظروف متباينة للفريقين، حيث الأهلي صاحب الضيافة يدخل اللقاء بخيار الفوز فقط لمواصلة مشوار التنافس مع المتصدر الشباب على لقب الدوري، فيما سيحرص الاتحاد سادس الترتيب لتسجيل نتيجة مميزة في اللقاء. فالديربي هو الديربي، صفوف متكاملة ومستويات متميزة وجمهور فعال، هكذا تبدو أحوال قلعة الكؤوس قبل لقاء القمة، فيما نجاح خارجي وإخفاق داخلي ومحاولات لتقديم نقاط المباراة كعربون مصالحة للجمهور تكون أحوال العميد. الأهلي الخارج من انتصار كبير أمام القادسية في الخبر، وجها لوجه أمام الاتحاد المتعثر بالتعادل على أرضه في الجولة الماضية، فهل يكسب الأهلاويون كل الغنائم في هذا اللقاء؟ أم يثأر الاتحاديون لخسارة الدوري الأول؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. عبدالله أبدأ معك هذا الجزء، مباراة منتظرة للأهلي أمام الاتحاد، الأهلاويون ما يتحملون أي مفاجأة في مباراة الغد، لا يعني لا ينتظرون نتيجة غير الفوز. الاتحاد يريد أن يعني يثأر لهزيمة الدور الأول، يريد أن يصالح الجماهير الاتحادية. بعض الجماهير الاتحادية ترى أنه في تعطيل الأهلي نوع من أنواع خلينا نقول الانتصار المعنوي لجماهير الاتحاد هذا الموسم على المستوى المحلي، تعليقك. والله بالتأكيد مباراة تنافسية ومباراة مصيرية بالنسبة للأهلي في مسيرة طولة الدوري وملاحقته المستمرة لنادي الشباب، والتنافس المحموم بينهم ما تحتمل يعني بالنسبة للأهلي إهدار أي نقطة، لكن بيواجه طبعا غريم التقليد الاتحاد، مباراة ديربي يعني كل الأمور واردة فيها، والاتحاد ما حيقبل بخسارة يعني على الدورين من منافسه، حيرمي بتقله بغض النظر عن محاولات يعني انه المباراة عادية، لا ما حتكون عادية بالنسبة للاتحادين، طبيعي انهم حيحاولوا قدر الامكان، وانه الهدف ممكن تعطيل الاهلي، الهدف انه كسب الديربي لما يشكل من دعم معنوي للفريق، لا سيما انه الاتحاد الان بدا يستعيد نغمة الفوز في المباريات الاربع الاخيرة باستثناء التعادل الاخير مع نجران. الفريق مع مدربه الجديد تحسن الى حد ما، يعني مو بشكل كبير لكن الى حد ما في تحسن. الاهلي فنيا يعيش وضع فني مستقر، مدرب من اول الموسم، محترفين اجانب بيعملوا اضافه فنيه للفريق الاهلاوي، ففي عده مميزات في الاهلي. في المقابل في صحوه اتحاديه، في خبره اللاعبين قادرين لحسم المباراه وكلمتهم. أنا اللي أشوف أنه يعني بالنسبة للأهلي، مدرب الأهلي هجومه ناري وسطه فعال، حيحاول بقدر الإمكان التصحيح، حتى مدرب الاتحاد ممكن حيسعى خلال مباراة الغد أنه يصحح أوضاع دفاعه، وهجومه بيهدر فرص، وسطه يعني استعاد إلى حد ما مستوياته المتميزة. هي مباراة يعني مباراة كبيرة، مباراة تنافسية تعني للأهلي الكثير والكثير في ظل مسيرته نحو بطولة الدوري. أبو سطام، الأهلي والاتحاد. الأهلي داخل بحذر شديد وطموح كبير، حيكون صعب عليه أي نتيجة أخرى غير الفوز، التعادل مرفوض طبعا من باب أولى، الهزيمة مرفوضة. الاتحاد لأول مرة من 10 سنوات يدخل بعد أن كان منافس على المركز الأول أو الثاني، لأول مرة يدخل ليس له علاقة بالموضوع نهائيا، وهو صانع لهذه الإثارة في هذا الديربي بالتحديد. الأهلي كان وده في تقدير الشخصي أنا أنه لو كان الديربي هادي بعيد عن هذا التأجيج اللي قاعد الاتحاد يصنعه كأنها مباراة بطولة، من حق الاتحاديين حقيقة ومن حق الجمهور ككل أن يستمتع بمباراة جميلة، لكن
ما أدري كذا حاسس إنه الاتحاد قاعد يعطي مباراة أكثر من أهميتها المعتادة. محاولة تشتيت الأهلاويين مثلا جزء منها تشتيت، البعض بيقول إنه يبغوا مثلا يثنوهم عن اللحاق الشباب في سباق حميم ومحموم نحو البطولة، لكن المؤكد أنهم يبغوا يقدموا مباراة ديربي جميلة وقوية تليق من منطلق أنهم مرتاحين، ما عندهم أي ضغوط كائناً أياً كانت، ما لهم علاقة بالصدارة ولا لهم علاقة بالهبوط، هم في المنطقة الدافئة يظل هدفهم الوحيد الآن المنافسة في الوصول إلى بطولة كأس الملك للأبطال. لكن الأهلي هذا الوضع يجعله في خانة ضيقة، النتائج الأخرى غير الفوز مرفوضة زي ما قلنا، من هنا بتشكل هذه المباراة ضغط على فريق الأهلي اللي واضح أنه طموحه كأس الدوري وما حيقبل أي موضوع في التشتيت أي موضوع في الهزيمة، عنده مشاكل الأهلي حقيقة وبالذات الآن حتبان أكثر. يعني مثلا لو شفنا الاتحاد في مباراته الماضية أمام نجران حوالي 7 غايبين كله من أجل خاطر عيون الأهلي، طبعا فيهم جزء حتى لا يكون كلامنا مطلق مصابين 2 أو 3 بالكثير، لكن البقية المدرب ما أشركهم عشان خاطر عيون الأهلي وعشان خاطر عيون الديربي ويبغى مباراة قوية ويبغى هزيمة الأهلي مع صدق الإصرار والترصد. 7 شوف يعني 3/4 الفريق تقريبا، إذا فرضنا 2/3 منهم وهذه حقيقة ما هي فرضية مصابين، لكن البقية بحجة أنه لا يحصلوا على كرت. طبعا الاتحاد من حقه أن يدير مباراته بالشكل يرى مناسب، لكنه كان يتعرض لهزيمة نكراء من نادي نجران لولا يعني المستويات اللي قدمها عبدو عطيف ساهمت في أن الفريق يستعيد حيويته ويتعادل ويخرج سليم الجانب وقد خسر نقطة. أنا أخشى حقيقة أنه هذه الاستراحة اللي عملتها إدارة الاتحاد ومدرب الفريق أنه قد مش أكيد يدفع ثمنها الاتحاد، لأنه لا تنسى كمان في المقابل الأهلي بذل جهد كبير في الثلاث مباريات الماضية، شوف 9 أيام لعب 3 مباريات، يمكن ما في فريق سعودي مر بمثل الحالة هذه. طيب عبدالله فعلا تتفق مع كلام أبو سطام أنه الاتحاد يريد هزيمة الأهلي مع سبق الإصرار والترصد براحة مجموعة من اللاعبين قبل المباراة، تعبير الإصرار والترصد تعليقك عليه؟ إلا حصل أنه الاتحاد الإعلام صور العملية بالشكل ده. إدارة الاتحاد من بداية الموسم تتعامل بمثالية في أمور حساسة في غاية الأهمية. أنا أعرف في إصابات حقيقية في فريق الاتحاد كان يفترض أنه الإدارة الاتحادية توضحها بدل ما يتم يعني الفكرة تأخذ أنه الاتحاد ريح لاعبته لمجرد مباراة الأهلي كرتين. مثلا محمد نور هو قائد الفريق كان عنده انفلونزا حادة ومحتقن ولا تدرب حتى التدريب قبل مباراة نجران، ومن أول يوم كان عنده كدمة ومن الطبيعي أنه ما حيشارك في المباراة بغض النظر عنده بطاقتين أو ما عنده بطاقتين. فوزي حتى مباراة بكرة محمد فوزي عبد الغني المحترف المغربي حتى بكرة ما حيلعب أمام الأهلي لأنه مصاب. يمكن اللاعب الوحيد اللي أنا أعرف يعني فعلا عنده بطاقتين وغيبوه عن المباراة هو الشاب محمد أبو سبعان، هذا يمكن أكثر لاعب استهلك في مباريات الموسم الكامل. لكن إدارة الاتحادية حتى والاتحاد الموسم ده نحن نتفق أنه مستوى ضعيف للغاية، أنا ما طالب أنه إدارة الاتحاد تنتقد الحكام أو تهاجم، بالعكس إحنا نتقبل مثالية إدارة نادي الاتحاد، لكن مثاليتها بتظهر صورة غير حقيقية عن نادي الاتحاد، بتضيع حقوقهم. الآن الكل مصور أن الاتحاد أخذ مباراة الأهلي بطولة أنه يكسب المباراة، هذه ما تليق لا بالاتحاد ولا بكبري. أنا الأمانة كنت أتكلم قبل البرنامج اليوم المغرب لأن تمرينهم العشاء مع الكابتن نور في دي النقطة بالتحديد، يعني في غضب من لاعبة الاتحاد لأنه بيشعروا أنه الكلام ده بيمس بيجرح كبرياءهم كفريق هو المتسيد هو البطل على مدار 10 سنوات. الآن اختلف الوضع، الأهلي بيقدم مستويات جدا ممتازة، فيتحول الاتحاد لمجرد أنه هدفه أنه يعرقل الأهلي، لا يمكن الاتحاد يتحول أنه يعرقل الأهلي، لكن من الطبيعي أنه الاتحاد يقدم مباراة
قوية أمام منافسه التقليدي. طيب خلينا نشوف التقرير التالي، يتحدث عن الأهلي والاتحاد بالقوة والأرقام. أوراق كثيرة في ديربي جدة، منها ما هو فني ومنها ما هو خارج المستطيل الأخضر. جمهور الفريقين هو أول تلك الأوراق المؤثرة في هذا الديربي. على الصعيد الفني يبرز مدرب الأهلي تشيكيغا روليما الذي لعب 23 لقاء وقاد الفريق ل 18 انتصار وأربع تعادلات وخسارة وحيدة. وتتمتع الكتيبة الخضراء بقوة ضاربة في المقدمة بتواجد البرازيلي فيكتور سيموس الذي يعتلي صدارة الهدافين ب 19 هدف، إلى جانب العماني عماد الحسني ثالث الهدافين ب 15 هدف، ومن خلفهم البرازيلي كاماتشو الذي يعتبر أفضل صانع ألعاب في الدوري بصناعته ل 12 هدف. أما في الجانب الاتحادي الذي يقود دفته الفنية الأسباني كانيدا الذي استعاد معه الاتحاد عافيته، فمنذ قدومه لم يخسر الفريق أي مباراة. وتتمركز قوة العميد في قائده محمد نور ومهاجمه نايف هزازي ولاعب المحور سعود كريري. قطبا جدة لعبا 168 لقاء سابق في مختلف البطولات. كان للعميد كلمته في هذا الديربي حيث تفوق على غريمه التقليدي الأهلي في 61 مباراة بفارق 6 لقاءات عن قلعة الكؤوس التي حققت الانتصار في 55 لقاء، فيما حضر التعادل في ديربي جدة في 52 مباراة. فماذا سوف ينتهي عليه اللقاء 69 بعد 100؟ طب سطام، هنا الأرقام اللي مثل هذه كلها دور في المباراة، تأثير إيجابا أو سلبا؟ لا، هذه عند الجمهور. الفريقين ما حيذكروا إلا المباراة الماضية مين فاز فيها. في حالتنا هذه الأهلي فاز في المباراة الماضية 3-1. الماضي هذا الجمهور، الصحافة، الكتاب فقط، لكن اللعيبة ما في ذهنهم إلا المباراة الأخيرة. أنا أبغى أعلق على كلام الأستاذ عبد الله، أنا أتفق معه في المسألة اللي قالها، إنه ما يليق حقيقة بحق الاتحاد، الفريق اللي كان 10 سنوات وهو يحتل الصدارة وبطل شبه انفرادي وأكثر حقيقة من 10 سنوات، إنه الآن يتحول فقط إنه مكمل للإمتاع لا أقل ولا أكثر، ومباراة ديربي لا أقل ولا أكثر. لكن هذه دورة الأيام في كل الأحوال، زي ما كان الأهلي قبله، زي ما كان أيضا الاتحاد في مرحلة أسبق، هي دورة الأيام هكذا تكون. المسألة الثانية اللي قاعد يحصل الآن في موضوع الاتحاد والقفزة، تعليقا على تقريركم الجميل، أنه ليس فقط كانيدا كمدرب جديد استطاع الفريق أن يفوز معه في آخر 4 مباريات بدون مشكلة وقاعد يقدم مستويات معقولة إلى حد كبير. الحقيقة لابد أن نقول ونعترف بحق الرجل الخفي الظاهر اللي هو عيد الجهني، هذه صناعته. ودون شك ما نبغى نهضم حق رئيس النادي سعادة اللواء محمد بن داخل، لكن حقيقة السر الواضح والمكشوف هو عيد الجهني. هذه وصماته، هذا شغله، هذا مشروعه اللي أعلن عنه. كان أحسن شيء عمله بن داخل زي ما قلنا، أنه تخلص من الاسم الأوحد اللي كان يثير المشاكل داخل النادي، وخلاص الآن الفريق أصبح متحرر من كل الاسم الأوحد، خلاص ألغاه من ضمن الأسماء اللي كانت تسبب كل المشاكل. وأنا حقيقة ما ذكرته في برامج أخرى ولا أبغى أذكره، لكن أبغى أذكر يعني. طبعا أنا أعرفه، لكن أبغى أذكر العوامل الإيجابية اللي هو عيد الجهني. الآن ابن داخل أصبح حر طليق، يستطيع أن ينهض بفريقه إلى أفضل مدى، ومعه مدرب أيضا أصبح متحرر من أي ضغوط أخرى تشتت لعيبته عن أدائهم الصحيح. فتحية خاصة بالأمانة لسعيد. عبد الله، تعليقك على هالكلام الأخير. والله ما في شك الأستاذ عيد الجهني عامل جهد كبير في الفريق، ويعني الرجل للأمانة قرب من اللاعبين، وهذه التفاتة مهمة. واللي هو محمد بن داخل يعني صحح كثير من الأخطاء السابقة، بس ما زالت في إدارة نادي الاتحاد أخطاء إدارية متواجدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة النادي،
علشان الإدارة منتخبة 4 سنوات، واضح أنها حتستمر. ممكن الآن الوقت ما يسمح، الوقت ضيق، إذا بيستمر الاتحاد للأفضل وللأحسن والإدارة مصرة على أنها تستمر في فترتها كاملة، في بعض أعضاء مجلس إدارة في نادي الاتحاد لابد يتم التخلص منهم. شوف، إذا خلوا عيد الجهني يشتغل بغض النظر عن سوء الإدارة وطيبها، فقط العلاقة مع بن داخل، أنا أقول لك على الأرجح أنه الأستاذ عيد الجهني حيقدر ينفذ مشروعه، ومشروعه واضح تماما. هو المسؤول الأول كان عن اختيار المدرب، هو اللي اختار المساعدين وفريق العمل، لمساته واضحة. شوف، خلي بالك، نفس الفريق اللي قلنا نبغاه يتغير، اللي قلنا عنهم عواجيز، اللي قلنا ما عاد يصلحوا، هو نفسه الآن اللي قاعد يحقق انتصارات. تخيل بس، والخيال ما يمنع أنه يكون جميل بعض الأحيان ويطيب النفس ويريحها، لو هذه القصة من بداية الموسم وجود عيد ولمساته الجميلة هذه، أنا أقول لك حينجح عيد وحيواصل نجاحه. بس طيب، المراسلين في جدة عبدالله الراشد أجرى عدد من اللقاءات وتغطية، يعطي العافية على خلينا نقول المعسكرين الأهلاوي والاتحادي. نبدأ بحديث اللواء محمد بن داخل رئيس نادي الاتحاد مع عبدالله الراشد. يهمنا ان نودي الواجب علينا، وهمنا نفوز مهما كان، يعني انا سواء تعطل او ما تعطل همني نفوز، لكن ليس الهدف الاساسي عندي ان انا بعطل الاهلي عشان افوز واعطل، ما هذا الهدف. الهدف انك تفوز وتخلق المنافسه الحقيقيه بين الاتحاد والاهلي، ويعود الاتحاد كما كان، لان هذا مطلب من كل مشجع اتحادي بان يعود الاتحاد كما كان سابقا. اهتمامك وحديثك مع اللاعب المغربي فوزي؟ والله أنا يعني اللاعب مهم جدا، لكن أنا نصحته أنه لازم يكون لا يلعب إلا هو 100% سليم، وأعتقد أن هذا شان فني ما هو شاني أنا، بس أنا هذه نصيحة كشخص مسؤول عن النادي، لأن يهمني صحة اللاعب قبل أي شيء. ما يهمني أنه يلعب يفوز، يهمني صحته، يهمني أن يكون سليم 100%، لأنه قد يلعب ويصاب ويطول ما 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 يعني علاجه. فلذلك من الأفضل أنه هو يكون متأكد 100%، بالإضافة لأن هناك فيها أشعة تأخذ فيها، وبالنسبة بالإضافة لأنه الموضوع له عندي أنا عند الجهاز الفني، هو اللي حدد اللي يلعب ولا ما يلعب. أخيرا أبو طلال، بحكم أنه أنت رئيس النادي، أوجدت طاقم مشرف عام على كرة القدم، لكن ما زال أبو طلال ما شاء الله عليه قريب من اللاعبين ومشرف، يعتبر يعني تقوم بأدوار أيضا المشرف ورئيس النادي، أم حبك وعشقك لهذا النادي هو اللي يفرض عليك أنك تكون متواجد في جميع أماكن النادي؟ لا، أنا أعطيت المسؤولية كاملة والله خايد، لكني أنا مسؤول عن النادي ككل يعني، ولازم أكون متواجد في كل الألعاب، لازم أكون متواجد في وقت يعني ما يحتاجني النادي أن أكون متواجد، ودائما من طبيعتي أني أحب أتابع كل شيء، يعني ليس تدخلا في أعمال الآخرين، لكن هو لابد أن أكون أنا موجود، لابد أن أشوف نفسي كل شيء عشان لا ينقل لي كلام مو صحيح بنفسي، أنا أشوف كل شيء. هذا السبب يعني أحب أني يعني أتأكد، وأحب أني أتابع كل شيء في النادي. أحيانا نقول لك كلام مو بصحيح أبو طلال؟ لا، ما هذا قصدي، بس أنا عشان لا يقال شيء ما هو صحيح وأنا موجود، فلما أكون أنا موجود ومطلع على كل شيء يكون الموضوع واضح تماما. هذا كان حديث اللواء محمد بن داخل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد. نشوف حديث مدرب الأهلاوي كارولين. هل يرى السيد كارولين مثل البقية أنها مجرد مباراة الاتحاد، أنها مجرد مباراة ب3 نقاط، أم هي فعلا مباراة للتاريخ وديربي؟ أكيد بالنسبة للجمهور فهو مباراة دوري مثل موجود بكل العالم، مباراة يعني تجمع فريقين بمباراة كثير مهمة لها طعم آخر. بالنهاية يعني أهم شيء بالنسبة لنا في النهاية 3 نقاط، لكن الحديث أنه هي مباراة اتحاد، مباراة ديربي، يعني في سنوات ماضية الاتحاد كان متصدر والأهلي هو من عطل الاتحاد، جماهير متخوفة أن يكون تعطيل من مباراة الاتحاد. الاتحاد فريق كثير قوي، لكن احنا إن شاء الله بنكون مستعدين نقدم الأداء المطلوب على أساس أنه نفوز بالمباراة ونثبت أنه نستحق أنه نكون بالموقع اللي احنا موجودين فيه إن شاء الله. عين على الأهلي وعين على مباراة الشباب؟ أنا زول إيش الوحيد اللي بفكر فيه فريقنا، وإيش ثاني ما يعني ما في عنده ما بطلع عليه، أهم شيء إحنا فريقنا واللي بنقدمه إحنا. صحيح الأخطاء الدفاعية شاهدنا في مباراة القادسية، هل سيمشي على نفس النهج مثل ما حدث في مباراة القادسية في مباراة الاتحاد؟ ويجيبه منشوف كيف إن شاء الله. السؤال الأخير، السيد جاروليم يعني ظهر في الإعلام أنه تحدث مع إدارة النادي عن المعسكر الصيفي وأين وكيف سيكون، هل هذا مؤشر أن السيد جاروليم مستمر مع الفريق الأهلاوي مواسم قادمة؟ عندك معلومات أفضل منه.
نشوف حديث الأستاذ محمد سليمان المشرف العام على كرة القدم في نادي الاتحاد. مباراة الخميس، الجماهير الاتحادية تقول مباراة الأهلي دافع، خاصة قدام الجار والغريم التقليدي والتاريخ ما بين الفريقين. الجماهير تتحدث أنه نقاط الأهلي مهمة جدا 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 للاتحاد. ليس الجماهير، حتى لنا نحن، هذا أنا أقول لك أنه الجماهير تقول كذا. صحيح، الجماهير معها حق، ونريد أن نفرح جماهيرنا، لأنه جماهير الاتحاد وقفت معنا وقفة ليس الآن، حتى من السابق. نريد أن نعوضها على الأقل بفرح يكون مناسب لهم كجماهير اتحادية، مباراة الفريق الغريمين التقليديين، وهذا واقع لا نستطيع أن ننكره في الرياضة السعودية، سواء بين الاتحاد الأهلي، النصر والهلال. هذه الأمور دائما تعطي حافز للتقدم بشكل أفضل. طبيعي إذا إن شاء الله مباراة الخميس أنت تستطيع أن تكسب 3 نقاط، راح تفرق معك كثير، راح تفرق معك حتى في سواء في تكملة مشوارك، في الروح المعنوية الأكبر، إلى أسوية. الحمد لله نحن ماشيين بخطة ثابتة، بكل تأكيد حتعطيك يمكن أداء أفضل حتى في الأسوية إن شاء الله بانتصارك يوم الخميس. لكن ما يهمنا بالفعل هو أننا نعكس بالفعل الأداء الكروي للفريقين الكبيرين. نحن نعرف أنه الأهلي فريق كبير، نحترم فريق الأهلي، نحترم جماهير الأهلي، نحترم إدارة الأهلي، بيأدوا أداء أكثر من رائع هذا الموسم، ونحن نعرف هذا الشيء. ولكن نحن نتكلم دائما مباراة الاتحاد والأهلي لا تعترف ب ب ب ب الجداول والنقاط، أبدا أبدا لا تعترف بهذا الموسم. 3 نقاط والفوز من أمام الأهلي مختلف، أكيد طبيعي، بلاش دبلوماسي. لا 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 لا، بعض الناس يتكلم منه لا والله 3 نقاط. لا لا، ليس هي مجرد 3 نقاط، هي مجرد تعطيك دافع أو أنها تحبطك، لكي يكمل مشواره في الدوري بشكل أفضل. الاتحاد حتعطي دافع أنه يكمل مشواره سواء في الدوري أو في الآسيوية. أنا أعتقد أنه يجب دائما أن تكون منطقي. طيب، هذا حديث المشرف العام على كرة القدم بنادي الاتحاد ياسر المسليب لاعب النادي الأهلي. أيضا تحدث لي عبد الله الراشد. أنا أقول لك ما يحتاج سؤال، مباراة الاتحاد إن شاء الله إحنا نعمل على تكتيك معين إن شاء الله، ونعرف كيف ندرس فريق الاتحاد إن شاء الله، والله يوفقنا في المباراة إن شاء الله. ياسر، بصراحة هل هي أسهل للاتحاد منكم؟ بلا شك، يمكن الاتحاد يلعب من ضغوطات، خاصة إنه ما عنده أي منافسة فنحن الله أتمنى الله يوفقنا في المباراة هذه. قبل 3 مواسم تقريبا الاتحاد كان منافس ولعبنا من قدام، واستطعنا نحن الفريق الوحيد اللي يهزم في الاتحاد. المباراة هذه لازم نسهلها، لازم على نفسنا، المباراة حتكون صعبة، فنتمنى الله يوفقنا فيها إن شاء الله، ونقدر نكمل مشتركنا الدوري إن شاء الله. جماهير الأهلي ياسر متخوفة من الأخطاء الدفاعية ظهرت في المباريات الأخيرة، ايش تقول له؟ انا اشوف والله بالعكس المدرب عالج الاخطاء هذه، ممكن لاحظنا هذه المباراه الغادسيه وكره القدم مارد فيها الاخطاء، لو ما صارت فيها اخطاء ما كانت فيها اهداف، لكن نحن نتمنى ان شاء الله المباراه هذه ان ما تصير عندنا اخطاء فيها، خاصه انها المباراتين هذه الاخيره بالذات امام الاتحاد والرائد، مباراه الشباب حتكون ان شاء الله هي النهائي ان شاء الله. مظلوم اعلاميا؟ والله ما مظلوم، بالعكس الناس تبغى تطلع كلمات، لكن انا ما احب اطلع كثير، احب اطلع في اوقات معينه فقط. طيب، نشكر عبد الله الراشد في جدة، دائما نقول مراسلي برنامج كورة الواحد فيهم عن 10 بصراحة، غطى الأهلي والاتحاد، نشكرهم على التغطية مثل ما يسوي عندنا محمد الشهراني في مباريات النصر والهلال. سبورت كليب، تقديم أحمد بي حسن على الأهلي والاتحاد.
مهمة العبور أمام النمور. قبل ما نروح الفاصل نهني الأستاذ علي بوكشان الأهلاوي العريق اليوم زفاف ابنته العزيزة الله يجعلها إن شاء الله من أيام السعادة ويرزقها الذرية الصالحة ويجعل أيامهم كلها فرح وسرور. مبارك الأستاذ علي بوكشان. طبعا وجهنا دعوة احنا في البرنامج أي أحد وجهنا دعوة يعني نكودنا نحضر بس تعرف ملتزمين التزام يومي فبالتالي ما نقدر نلبي بعض الدعوات ومبارك لهم من خلال البرنامج. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي. تظهر على الشاشة تباعا أبو سطام والأستاذ عبدالله مضيفة حلقة الليلة الاتفاق والشباب. على الطرف الآخر مباراة منتظرة، مباراة لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن مباراة الأهلي والاتحاد، يعني متابعين في الوسط الرياضي عين على الأهلي والاتحاد وعين على الاتفاق والشباب. التقرير التالي يتحدث عن مباراة الاتفاق والشباب. سيستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واحدة من أهم وأقوى مباريات الجولة 24 من دوري زين السعودي للمحترفين حين سيلتقي الاتفاق بضيفه القادم من الرياض الشباب. الضيوف سيسعون جاهدين لتخطي العقبة التي وصفها النقاد بالأصعب على الفريق الأبيض، خصوصا في ظل الإصرار الاتفاقي للعودة إلى المستويات الجيدة. الشباب سيحرص على أن يواصل مسيرة الانتصارات حتى يصل إلى منطقة الميدان يا حميدان، وهنا أقصد مباراة الأهلي التي وصفها رئيس الشباب خالد البلطان بذلك معلنا التحدي. لذلك هم يخشون السقوط في فخ الاتفاق الذي قالوا عنه بأنه الأشد خطرا على الليوث طوال مشوارهم بالدوري. على الجانب الآخر الاتفاقيون لا يريدون أن يكونوا ممرا سهلا للمتصدر كما كانوا كذلك أمام الأهلي حين خسروا أمام مرأى جماهيرهم بالأربع، وتعويض خسارة كتلك لا يأتي إلا بانتصار أقوى، والشباب هو الأقوى حتى الآن. كما أن الاتفاق في حال فوزه بنقاط المباراة الثلاث سيضمن المركز الرابع في حال خسر الفتح من الهلال، ولو فاز الفتح وانتصر الاتفاق فإن الأخير سيكون بحاجة لنقطة واحدة فقط لضمان المركز الرابع الذي يسعى إليه الفتح من بعيد. مباراة الغد سترسم ملامح المنعطف الأخير، فمن سيتقدم ومن سيتأخر في سباق المقدمة. مسفر الخثعمي كورة. عبد الله الاتفاق والشباب. والله إثارة صنعت نفسها من وقت مبكر، يعني عدة مداخلات قبل المباراة ما فيها اختيار الحكم وإلى إلى إلى آخره. هي مباراة بالتأكيد مباراة يعني منعطف خطير لفريق الشباب، لكن فنيا في ظل تذبذب المستوى مؤخرا لفريق الاتفاق الشباب أفضل فنيا. يمكن إحنا نقول يوراليم وميشيل بردوم أفضل مدربين معاهم مدرب الاتفاق، لكن الاتفاق في الفترة الأخيرة في تذبذب واضح في مستواه في خسائر. عبد الله ممكن يدخل الاتفاق مباراة الشباب بنفس طموح ورغبة وأسلوب الفريق الاتحادي أمام الأهلي؟ لا، هي مختلفة تماما، لأنه ما بين الاتفاق والشباب يعني ما هي مواجهة ديربي، ما هو منافس تقليدي. يمكن لو تسأل مانشستر سيتي مشكلتك في الدوري الإنجليزي يقول مانشستر يونايتد. طبيعي أندية المدينة الواحدة التنافس محموم والتنافس مثير بشكل كبير. الشباب يتفوق فنيا على الاتفاق، ممكن يجد صعوبة لكن هو أقرب للفوز في ظل الاستقرار الفني اللي يعيشه فريق الشباب والتذبذب اللي يعيشه فريق الاتفاق. الشبابيين وصفوا مباراة الاتفاق أنها الأصعب. هي أصعب إلى مواجهة النادي الأهلي في نهاية الموسم، يعني هي مواجهة صعبة بالنسبة للاتفاق للشباب خارج أرضه، والسار بينهم بعض يعني شوية تسخين أجواء إلى حد ما، طبيعة تلقي بظلالها على المباراة، لكن حتى وهي صعبة ما حتكون صعبة بشكل كبير على فريق الشباب اللي يعيش يعني استقرار فني ومدرب متمكن ومجموعة متجانسة وعناصر بتعمل إضافة في الفنية محترفة مثل المحترف البرازيلي وينديل اللي انسجم مع المجموعة انسجام كبير، ناصر الشمراني ومختار فلاتة، يعني اسماء قادرة على حسم المباراة الصراحة، وفي أفضلية واضحة وظاهرة الفريق الشبابي عن الاتفاق.
أبو سطام. أنا أتفق معاه كثيرا. الاتفاق هزم في آخر ثلاث مباريات، لكن المباراة قد تكتسب نوع من الأهمية، لأنه في ملاحظة أساسية لاحظتها هذا الموسم على أبرز مدربي ثلاث فرق: مدرب الأهلي، مدرب الشباب، مدرب الاتفاق، قاعدين يضيفوا عنصر إضافي إلى فرقهم في مسألة التشويق والتحديات ومحاولة جلب الجمهور أكثر وعمل إثارة إعلامية. هم الثلاثة المتسيدين، مثلا مدرب الاتحاد تحديدا غايب، ما له صوت رغم أنه قاعد ينجح الآن، أربع مباريات وفق فيها توفيق كامل، غايب تماما، وأنا أعتبره هذه ميزة إضافية له. الأهلي أنا خايف من تصريحات قالوا اللي قاعد يعملها اليومين الأخيرة هذه، ما طول حياتي أنا ما أحب التصريحات، حسها تشتيت الفريق حتى لو كان فيها إثارة وعنصر جاذبية. برانكو قاعد الآن يلعب يؤدي نفس الدور، هو مدرب الشباب برودروم، فمن هذه الزاوية فقط قاعد مباراة الشباب والاتفاق تكتسب أهمية، إنها مباراة مدربين في التصريحات بالدرجة الأساسية أكثر من إنها على أرض الملعب، ولا على أرض الملعب ترى المسألة شبه محسومة، وبالذات إنه الآن في حوالي أربع لعيبة حيغيبوا عن الاتفاق، آخرهم يتأكد الليلة صالح بشير ما حيشارك، كان من ضمن الأربعة حمد الحمد لكن وضح إنه حيشارك. على مسألة الاتفاق، الاتفاق راح يدخل مباراة مثل ما يدخلها الاتحاد أمام الأهلي، لا في فارق جوهري بينهم، ما في مجال للمقارنة نهائيا. تماما، يعني تقصد من ناحية أنه ديربي غير مسألة ديربي، ما في هناك أي ثأر ولا علاقة، هي علاقة بس تصريحات بين المدربين. يعني مدرب الاتفاق برانكو يقول لك إيه أنا مشتاق، خليني أبغى أقابل الشباب وأبغى أهزم وأبغى أشوف إيش حيسوي، أنصر إثارة لا أقل ولا أكثر، لكن ما لها جذور. على مسألة الحديث اللي تحدثته في بداية الحلقة إذا كان في مجال أني أعلق على بيان الاتفاق، الحقيقة اللي قمت فيه أنت في موضوعية عالية جدا. الأخوة في نادي الاتفاق ناس في غاية الأدب والذوق والرقي، لكن هم الحقيقة انعصروا فيما يتعلق موضوع تأجيل مباراة الرائد، ووجهت لهم اتهامات ما هي في محلها، وحصل تكتلات إعلامية بصدق شديد ما كانت جديرة لهم. الأستاذ الدوسري يبدو أنه يحتاج مراس أكثر في التعامل مع وسائل الإعلام، قد يعني كلمة أو كلمتين ما وفق فيها، لكن بشكل عام هم يشعروا أنهم وضعوا في زاوية حادة وضيقة، وهوجموا هجوم شرس وبين قوسين مرتب منظم، ما معهم صوت ابدا. أي برنامج كوره كان جزء، جزء من لا برنامج العمل، يعني ما ندخل برنامج كوره للامانه مع الكل، يعني مسافه واحده تماما. لكن هنا ليش انا قاعد احكي عن مساله الميراث، الاستاذ الدوسري كان الاولى انه لو رتب افكاره، كان هو يتحدث في موضوعات شتى وفي نقاط شتى غير منظمه وغير مرتبه، من هنا حصل الخلل. يعني لو كانت افكاره منظمه كان استطاع ان يصل الى هدفه ويوضح أفكاره بشكل أكثر دقة وأكثر موضوعية، وما كان حصل الالتماس هذا. لكن من منطلق أني أعرفه كويس وأعرف الإدارة الاتفاقية كويس، ترى إذا في دور مصالحة بين الطرفين برنامج كورة ونادي الاتفاق، ترى هم أصحابي يا أبو سطام والسادة عبد العزيز الدوسري يمون عليه، وممكن إيه نحسم المسألة بعيد عن الاعتذارات وبعيد عن إيه. اسمع، أنا بقول لك شيء، إحنا مو زعلانين على أحد، وهم إن شاء الله بعلمك شوف، بقول لك شيء، إحنا مو زعلانين على أحد، وحتى اللي في بيني وبينهم انا زعل شخصي. عمر برنامج كوره ما كان ساحه لهالمكان، احنا ما لنا يعني ما عندنا حسابات خاصه، ما عندنا اجنده. الاتفاق اصدر بيان يقول انه احنا متشنجين على الرجل ومعطينا فرصه. انت شفت الرجل تحدث يمكن 3 أو 4 دقائق دون حتى سؤال، مش مقاطعه، دون حتى سؤال. هو المساله عدم ترتيب الافكار. احنا عموما لكن عموما اذا وضحنا وجهه نظرنا الى شيء من المصالحه وفتح المسالك، انا حاضر، وغير كثير مستعدين يقوموا بدور الوساطه. تسلم. خلينا نشوف مباراه الاخوان في نادي الهلال والفتح، مباراه على ارض الفريق الفتحاوي. الهلال لم يفقد امل، صحيح بقي نافذه صغيره للدوري، لكن كالعادة الهلال لا يترك أي منفذ
نحو البطولة. نتابع التقرير ثم نعود. يواجه الفتح صاحب الأرض والجمهور غدا نظيره الهلالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن إطار مباريات الجولة 24 من دوري زين السعودي للمحترفين. الفتح الذي عرف هذا الموسم بأنه صعب المراس خصوصا حين يواجه كبار الفرق سيبذل لاعبو مجهودهم من أجل الحصول على النقاط الثلاث حتى يواصلوا مشوارهم نحو المركز الرابع الذي يعد الحلم الأول للفتح هذا الموسم ويتوج مستوياتهم الرائعة التي ظهر بها نموذج الأحساء طوال الموسم. أما الهلال فلاعبوه يدخلون اللقاء دون أي ضغوط تذكر. المتعة والمستوى الذي عرف عن الزعماء هو المطلب الأول لجماهير الزعيم حين يشاهدون فريقهم وهو يلاعب الفتح خارج أرضه، ولعل مثل هذه المباريات هي فرصة رائعة من أجل إعطاء العديد من اللاعبين الفرصة للمشاركة وخوض تجربة لمن لم تسنح لها الفرصة طوال الموسم. مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدفين. عبد الله، الهلال والفتح أو الفتح والهلال؟ الهلال واضح انه ينتظر، يعني يتمنى وينتظر قدر يعني هديتين مزدوجه، واحده تجيله من جده والاخرى تجيله من الساحل الشرقي. هذه امال الهلال. يعني الهلال يمكن كان ترى قريب جدا من بطوله الدوري، بس تعادله مع الرائد اللي ابعده تماما صحيح. يعني من المنافسه، وما اعتدنا الهلال في الاوقات الحاسمه يخسر بدي الطريقه سواء تعادل او غيره. الوضع يعني بشكل واضح وصريح ما بين منحصر ما بين الشباب والأهلي إلى حد كبير، إلا إذا فعلا كانت في هدايا وبعد كده يكون في تعادل في مباراة النهائية، هذا شأن آخر يعني ما أتوقع الصراحة. فالهلال بعد عن المنافسة ومباراته مع الفتح برضو زي ما بس كل شيء جائز يعني له أمل إنه حسابيا كل شيء جائز، كل شيء جائز في كرة القدم، كل شيء جائز وكل شيء وارد وكل شيء ممكن. في نقطة اللي علق عليها الأستاذ محمد القداد اللي في بداية البرنامج، أنا عندي تعليق بسيط بس ماني مطول فيه. إيه تفضل. إحنا في بعض المداخلات بنعتب على مقدم البرنامج بنقول هو اللي سمح بالهبوط. أنا والله مو قصدي إني أجاملك عشان أنا ضيف برنامج كورة، لكن أنا حييك إنك وضعت حد إنه ما ينزل الكلام إلى حد أدنى حقيقة. يعني ما أقصد يعني سأل الأستاذ محمد الدوسري أو حاجة زي كده، لكن لو كل مقدم برنامج وضع حد، لو ما كان الفترة الماضية شاهدنا بعض الأشياء اللي انتقصت من البرامج الرياضية. وحييك على كده. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خلينا نشوف بطاقة لمباريات الغد. تنطلق غدا مباريات الجولة 24 من دوري زين السعودي بثلاث لقاءات. فعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل يلتقي الأهلي بالاتحاد في ديربي جدة، بينما يحل الشباب ضيفا على الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وفي اللقاء الثالث يستضيف الفتح نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. بطاقة لمباراة الغد، فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة مع الأستاذ محمد القدادي والأستاذ عبد الله فلات هم ضيفا حلقة الليلة. فقرتنا اليومية بين قوسين نتابع مع الكاتب عثمان أبو بكر معي. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عثمان أبو بكر مالي بصحيفة الجزيرة، والتي حملت عنوان ثقافة دبلها دبلها، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارة التالية: مؤخرا ومع اقتراب نهاية دوري زين السعودي للمحترفين وفترة الحصاد في الموسم الرياضي للفرق المتنافسة، ظهر مصطلح التحفيز وطرح بشكل مغاير مضر ومسيء للوسط الرياضي وتعامله وكثير ممن يعملون فيه. ذلك أن الطرح جاء بشكل اعتباطي وسلبي، وفيه تحريف كبير للكلمة ومعناها وأهدافها ودوافعها وتأثيرها.
إذ اعتبر البعض أن اللجوء إلى التحفيز هو نوع من التحريض أو فيه شيء من الضدية والعمل ضد الآخر، إلى درجة أن هناك من جرمه واعتبره تنافسا غير شريف وصنفه مثل الدفع المسبق الذي اتهم به فئة هامة جدا في الوسط الرياضي، أي أن هناك من جعل التحفيز في مقام الرشوة، وهذا خلط كبير. أتحدث هنا عن قيام بعض الرؤساء أو أعضاء شرف أندية معينة بتقديم وعد تحمل مكافآت مالية كبيرة للاعب أحد فريق أو أكثر قبل مباراة هامة ومحددة إذا فازوا بالمباراة، بهدف دفعهم إلى العطاء والتقدم والنجاح والإجادة أمام المنافسين وزيادة دوافعهم من أجل تقديم مستويات كبيرة للفوز بالمباريات التي سيكون فيها مصلحة لهم عندما تطيح بمنافسين لهم، وذلك ليس خطأ على الإطلاق ولا يخرج عن إطار المنافسة، لأن الأصل في المباريات والمنافسة بين طرفين هو الكسب والفوز بالمواجهة، وإذا وجد من يدفع لأي منافس ليوقظ فيه حماسه لفعل أفضل ودوافعه لإجادة إضافية وأكبر وفي إطار العلن أو حتى السر، فليس ذلك معيب ولا خطأ وليس فيه مخالفة حتى وهو يأتي من الخارج. وأضاف الكاتب: أقصد من خارج النادي المعني لا يغير ولا يختلف عنه من داخله، فالنتيجة والهدف واحد، التغيير الوحيد هو أن التحفيز الخارجي لا يكون إلا بالدفع المادي وهو أسلوب الترغيب المتعارف عليه، أما التحفيز عندما يأتي من الداخل من إدارة النادي فهو قد يكون بالترغيب الدفع وقد يكون بالترهيب وقد يكون بشكل جماعي ويأتي أيضا بشكل فردي، كأن يقول رئيس النادي للاعبيه: إذا لم تقدم المستوى المطلوب وتفوز بالمباراة فسأعتبر ذلك انخفاضا في أدائكم وأخفض رواتبكم، أما إذا فزتم فإن المكافأة دبل. والمكافآت الكبيرة والمضاعفة أمر ألفه اللاعب السعودي ونشأ عليه، ولذلك تنتشر لدينا في أنديتنا ولدى لاعبينا ثقافة دبلها دبلها. والله احنا في فقرة بين قوسين ناخذ اهم خلينا نقول او لب المقال، لكن في بعض المقالات ما تقدر صراحة لازم تاخذها بالكامل بقدر ما هي يعني تستحق الطرح بكل تفاصيلها. جاهزين للتوقعات؟ عسى، رغم انه مباراة بكرة التوقعات فيها يعني صعبة جدا. طيب عشان كده راح نبدا معك الاهلي والاتحاد. والله يا اخي مباراه في غايه الصعوبه، ما في تبريرات، نتيجه على طول. لكن شوف يعني البحر امامكم والعدو وراءكم. نتيجه الاهلي 2-0 وحنشوف اذا الحوسني حيسجل ولا لا، وانا عيني على بلومينو ابغى اشوف هو خصم الدفاع. تقصد العدو الرياضي يعني بالمفهوم الرياضي؟ ترى اي نعم اي والله انا ايدك. خلينا نعيد عدو رسائل يقول لك ليه تقول الاتحاد بطل والهلال وين راح؟ تقول عاد الاتحاد عدو يا ويلك. احنا بنحكي على الاتحاد لانه كنا بنحكي في مجال الاتحاد. طيب والاتحاد والهلال بطل الاكبر كمان يعني 2-0 للاهلي ما حيفرط، لانه لو فرط بصراحه خلاص يعني وداع للابد. عبد الله الاهلي والاتحاد تعادل إيجابي كم؟ 1-1 2-2 يعني تعادل. ثبتنا نتيجة بس 1-1 طيب الاتفاق والشباب؟ الاتفاق والشباب، الشباب 1-0 1-0 الاتفاق والشباب. تعادل 1-1 تعادل 1-1 الفتح والهلال. الهلال 4-0 4-0 عبد الله الفتح والهلال. الهلال 2-0 الهلال 2-0 مخرجنا القادسية والوحدة 2-0 قادسية. اوكي خلينا نشوف عنوان صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: تشابك بالأيدي في القادسية وثعلب يثير الرعب في الاتفاق. في الحياة: إدارة القادسية تحتوي مشكلة أوتشي والسبيعي.
فالاقتصادية فيفا خلف عيد أو خلف عيد أو فيفا خلف عيد، توقعت أن هم اللي خلفوا، لا يخلف الأمير نواف. فيفا خلف عيد عكاظ، الاتحاد يباغت الأهلي بأسلوب جديد في المدينة، ديربي مفصلي للأهلي والاتحاد، إعلانها عناد. جاروليم يراهن على الأوراق الأساسية وكليدة يلعب بالخبرة. في الجزيرة، الأمير الوليد بن بدر يواصل الغياب رغم المطالبات بالعودة، ولاعب وحداوي يدخل اختبار النصر. في الشرق الأوسط، بلاتر الملك عبد الله بن عبد العزيز أول من طالب بإقامة كأس العالم في المنطقة العربية. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة الغد. عوض الرقعان الكاتب والناقد الرياضي بصحيفة الرياضية، ومنيف الحربي الكاتب والناقد الرياضي بصحيفة النادي. عبد الله شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لتجاوبك المستمر مع برنامج كورة. أشكرك وسعيد بالتواجد معكم وسعيد بالتواجد مع الأستاذ المؤرخ محمد القدادي. شكرا جزيلا لك أبو سطام. شكرا لك، شكرا وأنا أحيي الأستاذ عبد الله وسعيد أن أكون معاه، وتحية خاصة له، وإن شاء الله بكرة نشوف مباراة ديربي كبيرة ونشوف مباراة تحدي أهم في المنطقة الشرقية. وعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.